جزاكم الله خيرا. تقول تسأل عن حكم حضور حفلات الزواج التي تخلو من الآلات الموسيقية فقط، ويوجد في هذه الحفلات الضرب بالدف والقصائد التي تقال، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا في محيط النساء، ضرب الدف والقصائد النزيهة التي ليس فيها وجون وليست على صفة أغاني وطرب، وإنما هي قصائد تلقى بأصوات مجردة بين النساء مع ضرب الدف، هذا سنة لأنه من إعلان النكاح، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس للمرأة أن تحضره. نعم.